يعطي تمرير كان شاكر الزواغي. شاكر الزواغي طويله باهيه ومحكمه للتمريره، تصدم في ظهر السلامي، توصل الكره بالغمي، يوزع جاسم طنيش، يصاب في العمليه الاخيره، يقوم لباس، يرجع الهجوم لصالح النجم. إيريك كاريكاري، إيريك كاريكاري مازال محافظ على الكره، يوزع المساواه القائمه الثانيه في مطنبو في مجال، وشاكر برجب لكن كي رجع المرمى يحب يسدد. يلزمك ترفع راسك انت قبل ما تسدد. اعاده للعمليه الاخيره من جانب طنبو، التوزيع وشاكر الزواغي في مكان مناسب. اي ثم اعاده من جديد طنبو في مره اولى، ثم ارجع من بالقاسم تونيس في اتجاه اريك، ثم ضغط من جانب الشبيبه ويتعكس الهجوم لصالح النجم. اريك، اريك مازال محافظ على الكره، يراوغ، يرجع لشاكر الزواغي الساحلي ومايكل نيرامو، والكره ما توصلش الى اسامه الدراجي، واريك كاريكاري ثم شاكر الزواغي. اريك كاريكاري والمحاوله الاخيره، واحمد العكيشي يفوت باش يكون بين احمد العكيشي. الى حد الان المفاجات بالنسبه لهذا الموسم، نشوفوا المحاوله الاخيره للنجم الساحلي، نجم الساحلي ثم شاكر الزواغي، والكره مباشره الى اريك كاريكاري. اريك كاريكاري شاكر الزواغي ثم كاريكاري يبعد على خليل شمام، والنجم الساحلي ثم شاكر الزواغي، والكره مباشره الى اريك كاريكاري. اريك كاريكاري شاكر الزواغي ثم كاريكاري يبعد على خليل شمام، والجهه اليمنى ايمن بن عمر وكذلك خالد العياري وايضا مايكل نيرامو. شاكر الزواغي الى اريك كاريكاري ثم البحث على وجه المعزيه والدراجي، ما تتعداش الكره وترجع في هجوم معاكس. اريك كاريكاري هجوم معاكس يصالح النجم الساحلي، هجوم معاكس يصالح النجم، اربعه مدافع ثم عصام الشبيل لإيريك، الكرة لصالح النجم الرساح، تبديل الاتجاه ورائي برو، كرة تمشي لسهيل برادية، إيريك الزموا واحدة الاثنين، الكرة مع عصام الجبيني لاعب المنتخب الوطني التونسي في مباراة اليوم في درب الساحل بين الاتحاد المنستيري والنجم الرياضي. إذا الأنظار الثاني بالنسبة لتشكيلة الاتحاد الرياضي المنستيري، تتنفذ المخالفة سهيل برادية لإيريك، إيريك يرجع بالكرة لعمار شمل طيب للاتحاد الرياضي المنستيري، والهجوم يعود عن طريق اريكا ساموا. اريكا ساموا يمرر الكره والدفاع يتدخل. محمد علي نفخه في اتجاه اريكا ساموا. اريكا ساموا لصالح النجم الذي الساحلي، الهجوم يراوغ ممتازه، يراوغ بفهمي برمضان ويدخل داخل مناطق الجزاء. ماذا يفعل بالكره اريكا ساموا؟ يمرر المجدي المصراتي.